أنا أعتقد أنه أولاً خلينا نفصل بين أمرين، نفصل بين الحدث بحد ذاته على المستوى السياسي والدستوري، أنه هو حدث كثيراً ما يحدث في الحياة العامة السياسية عندما تقدم فئة سياسية معينة على الاستنكاف أو الانسحاب أو المقاطعة، وقد سبق وحدث ذلك في لبنان على ما أتذكر، وبين مدى تأثير هذا الانكفاء، لأنه أنا بعتبره برأيي هو انكفاء مرحلي، يعني قد يدوم سنة 2 3 4 ولكن انكفاء مرحلي، واللي ما بقدر بعد لحد تاريخي اجزم ما الذي سيقول الرئيس الحريري نهار الاثنين بعد دعوة التكتل للإدلاء بما يجب أن يدلي به. ولست بمطلع على الخلفية أو على ما سيقول، ولكن إذا أخذنا بكلام الصحف حول انكفاء وانكفاء طيار المستقبل أو الانكفاء كطيار مستقبل، لأنه في فرق، أنا أعتقد أنه خصوصية واقع الرئيس الحريري، وهذا ما كنت أردده دائما، هو تمثيل الوازن والواسع لشريحة مهمة ومكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني، وهذا أمر يجب أن نعترف به في ظل عدم اعتراف كثير من الشرائح، محاولة التهرب من الاعتراف من كثير من الشرائح. لا شك أن هذا الانكفاء سيؤدي إلى كدم وطني هائل على مستوى المعادلة الوطنية بلبنان. وهذا الانكفاء وهذه الكدمة وهذه ستؤدي حتما إلى إعادة التفكير بمسألة أساسية ومركزية عنوانها يجب الاجتماع في لحظة ما بعد الانتخابات القادمة على التفكير كيفية الاجتماع حول طاولة مستديرة، أولا التفكير بتطبيق الدستور، لأنه أنا يعني بكل تواضع وبقناعة كاملة أنا أعتقد أنه الدستور لم يطبق حتى التاريخي منذ عام 1992 حتى يومنا هذا لم يطبق، وبالتالي هناك مخالفات عديدة جرت له سواء على مستوى المواد الدستورية أو على مستوى قوانين الانتخاب المتلاحقة التي صدرت، كلها كانت غب الطلب بما يخدم مصالح هذه القوة المسيطرة أو تلك في لحظة ما من تاريخ العمل السياسي. إنما الشيء الأهم الذي يجب أن يطرح أنه بعتقد أنه الانكفاء طيار المستقبل أو انكفاء كطيار مستقبل ليس بالضروري بالاستنتاج، أكرر بالاستنتاج ولا أملك معلومات، ليس بالضروري تعني انكفاء الشخصيات السياسية في طيار المستقبل التي كانت تترشح للانتخابات النيابية، ولكن يجب أن تترشح تحت عنوان آخر، قد يكون طيار الاعتدال الوطني، قد يكون طيار الوسط، شيء ما من هذا القبيل، لأنه الكتل الشعبية الوازنة المؤيدة للرئيس الحريري هذه كتل لا يمكن أن تترك ذاتها عرضة لشتى أنواع أن تكون جزء من ساحة مباحة ومتاحة للجميع، ومن يدخله لا يدخلها يشعر بالخسارة. يعني ما بعتقد أنا بتحفظ كامل أنه مستعد تقدم نفسها كيعني قالب حلوة لحتى الناس تاخذ كل واحد شقفة منها. نعم. الطريقة الوحيدة هي أنه شخصيات المستقبل اللي هن ما عادش قادرين يترشحوا باسم طيار المستقبل وبدعم مباشر من الرئيس الحريري، ولكن أنا أعتقد أنه هذه القاعدة تستطيع أن تميز بين هذا وذاك في المناطق، قيادة المناطق موجودة، بين من هو القريب ومن هو البعيد، وأن تبني على الشيء المطلوب. ولكن هذا الخيار ألا يضعف تيار المستقبل كتيار أساسي مكون أساسي سني موجود بالبلد؟ لا شك أنه سيكون له تأثير. لا شك لأنه دائما حتى لو ما انسحب كتيار المستقبل هو شخصيا قال أنا ما بدي في هذه المحرجة لأسباب معينة، ودا حقه
وهذا حقه. نعم. وأنا أتفهمه جدا، لأنه حجم ما يحكى عن مداخلات وعن ضغوطات وعن توجيهات كثير كثير، يعني مش انه ما يحكى عن محاولة تجهير الطائفة السنية الى مكان اخر هو اخطر واهم واكثر عمقا بتأثيره حتى في الطائفة السنية. بس هيدا بيعترض عليه بعض القيادات السنية الاخرى، انه اذا انكفأ الرئيس الحريري مش يعني نحن رايحين على التطرف. يعني سمعنا اصوات مثل ايه شخصيات سياسيه مثلا، سمعنا مثل النائب فيصل كرامي اعترض على هذا الموضوع. لا ما بيروحوا على طيارات متطرفه، كيف بده يروحوا على الطيارات؟ الشخصيات الموجوده حاليا كنواب، من الاستاذ فيصل كرامي للاستاذ عبد الرحيم مراد لبقيه للاستاذ جهاد الصمد، هيدي شخصيات سنيه تمثل حاله معينه بمناطقها حقيقية ومعتدلة، ولا يمكن ولا بحياتها كانت صاحبة طروحات ذات طابع تطرفي، ما بحياتها كانت. نعم. لذلك لا، أنا ما عم بحكي عن هاو الشخصية. نعم. عم بحكي عن البيئة الواسعة التي يمثلها الرئيس الحريري وتيار المستقبل.